الخير. مساء النور. شو الأخبار؟ ما في غبار. نحن وياكم ببرنامج رشا 220 فولت. إن شاء الله اليوم تستانسون ويانا. أنت كثير عم تحكي عبد الله. يا رشا خليني أكمل كلامي. طيب أوكي. يلا نكمل. أوكي. تفضلي على الصلاة. استنى شوي. الطاولة تتريانة. لازم أحكي مين أنت. تفضلي أحكي مين أنا. عبد الله. المهيري. مذيع. في راديو الرابعة. إعلامي. من 4 سنوات. دبدوب. وافتخر. رشا 220 فولت. يلا بينا. يلا بينا. عبود. هلا والله. عادي اقول لك عبود صح؟ ماني متعود اقول لك عبد الله. بس عبد الله المهيري يعني بتعرف قديش انا بحبك. حبيبي. والله حبيبي. العظيم محبتك عندي يا معلم انت يا. شو رايك بالكرك؟ كفو انا شرب شاي. كنت بدي اعمل حركة. شاي احمر. حسيت فيك والله حسيت. شو رايك بالاجواء؟ لا تحفة صراحة. مع ان الجو المفروض اليوم يكون شوي حار بس الحمد لله ماشي رطوبة، الجو حلو. لطيف شاعري. وجودي. ايوه يبالك شمعتين شي ها؟ لا هيك حتى ونخف الإضاءة. لحظة أنا عم يجيني معجبين أرجوك لا تقطع برزقي. أتمنى ذلك يعني. أنت أخويا. أكيد 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 أكيد. عبود بتعرف إنه دائما لسمان دمهم خفيف بس يقولون كاترين يقولون إحنا دمنا خفيف بزيادة كمان. أنتي سبيشل. كل ما أقعد أنا وعبد الله بأي مكان يعني الضحك بحس انه فكك من هون بصير بيوجعك. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. لا شوفوا هذا اعتراف خطير. اقول قدام الشاشه لكل واحد يتابعنا رشا ما في منها اثنين. لا سيريسلي يعني اول ما تجلس وياها مستحيل اول 5 دقائق الا ما بتحبها وفعلا فعلا دمها عسل. لا لا يعني لا 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 هيك ما اتفقنا. لا ليش اقول كلمه حق اقول كلمه حق صراحه. الله يسعدك. اللي عبود تذكر حالك لما كنت طفل؟ هات لنشوف شو بتتذكر. اتذكر اني كنت طالبا في المدرسه. لا قبل المدرسه شوي. قبل المدرسه تحديدا حددي لي ايام البامبرز. شو تحديدا يعني ماشي معايا يعني كنت شقي ما شقي هادي نوعا ما هادي نوعا ما عرفتي انا كانوا الاهل يقولوا لي ان من النوع الهادي كنت عرفتي ومع انه في مشاغبات في اشياء طالعه نازله كانت تستوي تجارب عرفتي لكن وضعي كان هادي. انت وحيد؟ هادي. انا وحيد اهلي. دلال كله دلال كله عندي. ايوه عشان هيك ما شاء الله بتختخ العز كله الاكل كله لك ما اخلي شيء لحد. ايه على طول هاي الانانيه. طيب بالمدرسه كيف كنت شطور كسلان؟ اول بداياتي كنت من النوع الدحيح اللي اي بالتسعينيات وازعل اذا نزلت. من اول ابتدائي الى ثالث ابتدائي كنا الدحيح. من بعدها والله اتذكر من الصف السادس جيت هالمدرسة المستوى كان شيء نزل شيء انه ليش يا جماعة خلص كبرت وصرت تعرف تحكي وصرت تعرف تناقش وصرت تشوف تلفزيون ما بعرف شو بيصير لك يعني ما ادري بس لا اوريدي يمكن لان الطلبة اللي كانوا موجودين ويانا كانوا كلهم ما شاء الله عليهم النوع اللي يعني الفرق بينهم 10 20 عرفتي كيف مو بدرجات كبيرة فعشان شيء بدل ما كنت اطلع ثالث طلعت 17 هلا انت وين ولدت انا ولدت في دبي ولا أنا في عمان الله دار الأمان عمان ما في غيره تعجبني وأنت من يومك تخين؟ أنا زنبرك شفتي الزنبرك؟ نفس الشيء من أنا وصغير كنت ضعيف متنت أضعف أمتن أضعف أمتن أضعف مو وراثي يعني هو لا مو بوراثي أهلا مك ضعف وأهلا مك بالضبط هو أساسي ضعيف يعني من أنا وصغير لو تشوفين صوري وأنا صغير شكله أول أكل اللي أكله غلط هذا طبيعي يعني مثلا ما في شيء اسمه بالحياه اكل غلط لا امبلا الاكل كله لذيذ امبلا اكسكيوز مي يعني حين مثلا بتقولي لي انا اكل الذره والشيبس سوري ليه والله تمام يعني سوري ما اقدر بس انا هم غلطوا غلطه ما حطوا لنا معالق بناكل بايدينا باظافرنا وحياتك بس طيبين عرفتي ايش قال يعني هاي الاشياء هذه تضرني انا كعبد الله عرفتي واكيد يمكن وايد تضر وايد ناس هلا انا اعطيني كلينكس انا من انا وصغيره سمينه يعني هذا الشيء انا وصغيره والحلو فيش متعايشه فيه عرفتي يعني هذا احلى شيء فيش باي ذا واي يعني في وايد ناس يعني مثلا انا عندي عقده من موضوع الوزن الزايد يسلموا ايديك حبيبي يسلموا ايديك الله عليك الله حبيب القلب طارق احلى طارق حبيب. والله
حبيبي الله محييك تسلم. عرفت ايش قايل؟ يعني مثلا انا في لي ساعات فتره اتعقد من بطني هي يعني مثلا البس تيشيرت او حتى الكندوره، ساعات البس الكندوره احس انه ضيج علي، ساعات اكر حمري اقول لا عبد الله لازم تضعف ستوب. ايوه فول ستوب. طبعا هو فول ستوب من نص ساعه. انت تقرر الصبح تكسر الظهر؟ انا قلت لك نص ساعه اخف بعد. ما في 1 2. لا انا عمري ما سويت رجيم الا كنت مكرهه يعني، بس انه انا هيك من حالي بالي بدي اعمل رجيم مستحيل. ما تفكرين في الموضوع؟ لا ابدا ابدا ابدا. حلو حلو، انا حابه دام نصحتك بخير. عرفتي الحمد لله وانت مستانسه بعمرك وحاسه ان انت يعني انت حلوتي اساسا، انت حلوتي عرفتي. فلا لانه في ناس عارفين يوم يضعفون شوي يخسرون من جمالهم. أيه. عرفتي في وايد امثله طبعا على هالموضوع. انا الحمد لله حلوه سمينه او ضعيفه. طيب بعدين شو صار معك؟ وبس المدرسه، كنا واقفين على موضوع المدرسه، وصلنا للثانويه العامه. طبعا دخلت علمي اول فتره. ليش تكمل هيك يعني؟ ها انا راح على حالك هيك سرحت مع نفسك على شو انه اي بعدين شو صار معك؟ اي ما انت وقفنا على موضوع المدرسه. بس يمكن وقفنا على موضوع الرجيم. انزين كملي انت شو تبين. وقفي لي انت على شيء. لا لا عادي احكي. اي بعدين دخلت الجامعه، درست جامعه انت؟ انا للاسف ما قدرت اكمل. يعني كان ظروف شوي وقفت طريقي. أي. من ناحيه شغل انا كنت ادرس واشتغل نفس الوقت، اتأهرمت واشتغلت بياع على بياع ورد. ما تفكرنيش بليز. ما بعدش دوره بالشارع لسه. طب ليه يا برنس؟ مستنيكي نفتح شغل انا وانتي. ترى بتصدق اذا احنا انا وياك اشتغلنا هيك شغلانه بسيطه كذا 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 كذا. صدقين انا امنيتي افتح كوفي شوب. كوفي شوب؟ اي احب الكوفي تعرفيني انا. أيها. مدمن كوفي. لا لكن... لا 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 شو؟ مدمن مخلل. المخلل اللي بياخذ مثل الشيبس. الله يذكره بالخير زميلتنا تقول لي ها كليت شيبس اليوم؟ اقول لك كليت شيبس اليوم. سلام سوسو هالو. لا الحلو فيها تعرفين شو؟ مثلا ادش المكتب تكون هي متغديه قبلي، فتشوفها حاطت لي كيس مخلل على المكتب انه هاي هديه لك. الالمونه. ايوه المونه. طيب وكيف دخلت على الاذاعه او المجال الاعلامي؟ ما بتصدقين. هات لنشوف. كان عمري 13 سنه. اوكي. بعدني متذكر، كان سنه 2000. كان في اذاعه محليه هني عندهم برنامج اطفال كل يمعه كان. فحبيت الموضوع انه بغيت ادش الراديو باي شكل من الاشكال. قدمت عندهم، تواصلت ويا الاداره، حطوني مع مارلين طانيس الله يذكرها بالخير، اوجه لها كل التحيه، اكيد هي معلمتي الاولى يعني. فحرام دخلتني للراديو وحببتني فيه، عرفت يعني قعدت معها تقريبا اسبوعين 3 اسابيع اول شيء، اعطتني البيسكس خلينا نقول. من بعدها كنت مع مذيعه ثانيه امينه، بعد اوجه لها كل الخير، قعدت معها فتره لين ما شوي دراستي تاثرت فودرت، قلت لا اكمل دراستي احسن المدرسه طبعا. من بعدها تم الموضوع مزروع فيني، عرفتي اني ابدش راديو بشكل ما تتخيلينه. حبيته بالضبط. لكن مشاغل الحياه، واول ما خلصت ثانويه اشتغلت في بنوك، يعني اشتغلت في كذا بنك اول شيء، بعدها صرت. انت ما تخصصت؟ لا لا لا، بديت بنوك اول شيء، بعدين جمارك، اشتغلت في الجمارك، بعدين الفريزون. ايام الفريزون سمعت على الراديو نبى مذيعين ومواطنين. سلامتي 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 سلامتي. الهواء طاير طاير يلعبي هذا فاير. وات از ذس؟ حطي ويا الذرة الثانية يعني. نعم نطير وديع. يلا يلا حصل خير حصل خير حصل خير حصل خير. شب الماي خير لكن هذا شاي. هذا كرك عاد. شو تفضل يا استاذ. شكرا حبيب. منيح انه الحمد لله ما وقع علي. الحمد لله. ايه فبس اقول لك كانوا طالبين مذيعين مواطنين، طرشت لهم الايميل مع السي في، والله لا يراويك الفويس تيست اللي سويت لهم اياه، شيء ما ينسمع. المهم اتصلوا علي قالوا تعال عبد الله نبغاك تسوي فويس تيست. صرت سويت فويس تيست، الله لا سمعت فيها للحين عندي اياه. هو الواحد لما يسمع صوته بيشوفه بالضبط. لا اول فويس تيست تعرفين واحد داش في ثيابه مساء الخير وياكم عبد الله المهيري وبكمل وياكم اليوم، عرفتي هالاسلوب ايام الاذاعه المدرسيه، وصوتك بيكون هيك حاد وطالع من بطنك او من صدرك يعني. بالضبط بالضبط. استغربت اسبوعين كلموني قالوا تعال نبغاك فول تايم. I was like really seriously. فدخلت الاذاعه واكيد تدربت هناك مع انس شلدي، اوجه لها كل التحيه. هي اول قضيها تحايا. ما لازم لازم اشكرهم. خلاص ما بدنا نعرف كيف دخلت على الاذاعه. الناس لازم اشكرهم. ما بدنا نعرف كيف دخلت على الاذاعه. اقول لك من وافق علي ومن وين اتصل علي وقابلتني في الاتش ار. خلاص خلاص استني انا اسفه انا بعتذر اني سالتك هيك سؤال انا اسفه. بس حيقول انت الحين لو حتى والد خير ما تشكرينه. لك ايه بس فتحت لي اياها بحري يعني ولا فلان ولا علان خلاص. حد سيت ذا بوينت 13 سنه حبيت وكملت وخلص انتهى. اعطي تفاصيل انا انسان اعطي تفاصيل.
ما فكرت تروح على التلفزيون؟ التلفزيون انا قلت لك عندي مشكله عقده الوزن، احس ان والله انا كنت مثلك بس الحمد لله هلا اخذت فرجتي. ايوه الحين مع رشا 22 فولت 22 منو 220 220 اي 220 اكزاكتلي كلمه 100 100. فكنا حبيت اكل صبيعي اكثر من المعلقه تستلذين فيها صح. التيست يطلع اكثر. ما بدك تاكل عبودكم؟ لا ابي لا صحه وعافيه صحه وعافيه. ليمون طيب انجوي انجوي يا ليمون بحط على الشاي شوي ليمون نعصر شوي حتى نشوف. اي انت بتحس حالك محظوظ بهالحياه ولا نحيس؟ الحمد لله الحمد لله والله محظوظ الحمد لله والله. اي ما حبيت لهلا الحب الاولاني يا شيخ. ما حبيت ما شوفي لا هي سنجل يا شباب يا صبايا هي سنجل سوري هي سنجل. دورولي دورولي فاتحينها طيب. شو بدي اسالك كمان، شفت الدبب الطيبون؟ شو هذا رسوم دبب الطيبون؟ لا ما تحيده ما تحيده ولا الشناكل. الشناكل هي هي الحمد لله في العمده يسرني ان انا بدوني اورا. شو اللي اكثر كرتون اثر فيك؟ كرتون اثر فيني عندك المسلسلات الاجتماعيه وايد كنت احبها اللي هي قوم سالي قوم انت تتابع سالي؟ اي اي يا ريال الاشياء الاجتماعيه وايد عجبتني كابتن ماجد ورعد العملاق هذيلا اوكي امشي عرفتي بس كاحب التفاصيل يعني مثلا سالي والجودي ابوت للحين اتذكرها صاحب الظل الطويل فلونا المسلسلات هاي كان في ميمونه ومسعود ميمونه ومسعود تذكرها؟ ميمونه ومسعود اي قريه التوت في قرية توت 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 والله أيام يا أخي قسماً بالله كرتون لمعنى كرتون لمعنى عرفتي القصة الاجتماعية اللي فيها الطبقية خلنا نقول ساعات كيف يعاملون اللي أقل عنهم إنسانية إنسانية أحيانا كرتون الله هديك شو إلا ضرابة وما عارف شو ضرابة وأشكالهم تخوف والله فيلم الرعب استوت أي والله أي والله عن جد ربنا الله عن جد الله المستعان. طيب هلا شوف جرب الشاي بالليمون جرب الشاي بالليمون لأقول لك شغلة هلا نحن خلصنا تقريبا الحكي مع بعض صار لازم إنه نقعد نتشيطن شوية ضروري إنه نتشيطن يعني أنا وياك لازم نتشيطن شوية زين بدنا نعمل تشالنج أنا وياك أوكي هذا التشالنج صراحة أنا خايفة على حالي أكثر ما خايفة عليك. حددي لي عرفتوا هذا البورد اللي بيمشوا عليه التوازن؟ no way. والله العظيم no way. ما بعرف شو اسمه. الهوفر بورد I guess or something. هو ده. يا حبيبي. فيعني لازم مستعد أركب قومي نركب. لا. يعني ممكن نركض لعنده. بس لازم we have to do it. بس أنا سمعت إنه طيحته يعني تكسر. هذا هو فلازم الانشورنس. لازم الانشورنس يشتغل الحين. بس we can do it. We can. We can do it. يلا. Yes. يلا. والله. يلا. تفضل. خربانة خربانة. قول يلا أبويا. أنا بس وصيتي الوحيدة لكم يا جماعة إنه. وصيتي معك بعد. تذكروني. تذكرونا. بالحسنة. وصلنا لمرحلة التشالنج. عبد الله. على الهوفر بورد يا معلم ليش هوفر بورد؟ ما بعرف أنا ليش هوفر بورد؟ يلا يلا خلصت التشالنجز؟ يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والله بقعد لين باكر أنا يلا أولك ها؟ تاتا تاتا شو رأيك بالحلقة؟ بيرفكتو حبيت الحلقة وايد أنا استمتعت إنك موجود معايا وأنا استمتعت بالأكثر حبيب هارتي طبعاً كلمة لكل اللي يتابعون الشاشة رشا أتمنى لك كل التوفيق برنامجها الجديد وحظ موفق إن شاء الله ومن برنامج البرنامجين العشرة العشرين إن شاء الله تكون نمبر وان أنا متأكد تكون نمبر وان صار يسرع نمبر وان يلا باي باي